بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الكرام، عشاق ومحب الساحرة المستديرة في كل مكان، متابعي شاشة قناة النادي الأهلي، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير في تلك الأيام الكريمة والفضيلة على الأمة الإسلامية والأمة العربية. أعزائي المشاهدين، جولة جديدة، وكل عام وأنتم بخير. بداية موسم رياضي جديد وأولى اللقاءات الودية للنادي الأهلي استعدادا للموسم القادم، موسم 2017-2018، قبل انطلاقه بلقاء طلائع الجيش يوم 8-9 بمشيئة الله، على الاستعداد للقاء الترجي التونسي يوم 16-9. كل التوفيق للمارد الأحمر. سريعا نذهب لتشكيل على الجانب الآخر. نادي النصر، حراسة المرمى محمد مصطفى، قدامه اثنين مساكين، الحسيني ومحمد حجاج. في اليمين اسلاميس رقم 8، في الشمال احمد السباعي 13، تصف الملعب خالد رضا 14، حازم ممدوح 24، قدامهم الثلاثي محمود القط 18، حجاج اويس 19، وليد عادل 17، راس الحربه محمد حسن ميدو. مباراه يديرها تحكيميا طاقم تحكيم بقياده عمرو السيد حكم الساحه. انطلقت صافره البدايه، مساعد اول توفيق محمد، مساعد الثاني محمد صلاح مهران. انطلقت صافرة بداية أحداث اللقاء. على إيدنا اليمين بالرداء الأزرق فريق النصر، على إيدنا الشمال النادي الأهلي. محمد حجاج يرجع للحسيني، مواجهة ما بين الكابتن حسام البدري باسم علي. باسم يلعبها جميلة في اتجاه الساحر حمودي. حمودي من الجانب الأيمن، المهارة والقدم اليسرى، عايز يعدي وادي تدخل من محمد حجاج مع حمودي. صافرة عمرو السيد حكم الساحة، احتساب ركلة حرة للنادي الأهلي من الجانب الأيمن. أدي شايفين التدخل من محمد حجاج كابتن تيم فريق النصر. الإجادة والإشادة كابتن حسام البدري وجهازه المعاون. يعني النادي الأهلي يستعيد الثنائية بعد غياب 10 سنوات منذ عام 2007، منذ التتويج على حساب بعد الركلة الحرية الركلة الحرة. أقول لحضراتكم يلعب هشام محمد، هشام يلعبها هشام ويعلقها جميلة. حلوة التصويبة، حلوة من هشام محمد. لحضراتكم عودة الطيور المغادرة مرة أخرى للنادي الأهلي، واحد من ولاد النادي هشام محمد، كان يلقب بحسام غالي الصغير، حسام غالي هشام محمد. أدي اتلعبت، شفنا الكورة، وأدي اتلعبت على فوق القائم لما بتلاقيه محمد نجيب. لعبة طويلة، تحرك من ابو تماره، عماد، لكن الرايه والصفاره. صافره عمرو السيد ورايه توفيق محمد، احتساب ركله حره غير مباشره لفريق النصر. هيلعب محمد حجاج، عدت ومرت في اتجاه العمده، عماد، ابو تماره يركنها. الله، حلوه التصويبه من العمده عماد. عماد متعب، واحد من نجوم النادي الاهلي، يرفع رصيده من البطولات هذا الموسم. عماد متعب ل 29 بطولة، 29 بطولة لعماد متعب في 14 سنة، 29 بطولة. النهارده اللي غايب عن اللقاء محمود القط بعد الكورة. أقول لحضراتكم القط عايز يعدي، محمود القط يصوب ويسدد القط، ولكن خارج الملعب معدية لركلة المرمى. أدي محمود القط لحضراتكم، واحد من أسباب صعود نادي النصر للدوري الممتاز. شوفوا كده قريب الشبه من اللاعب روبن نجم البايرن ميونخ الالماني. لعبة طويلة في اتجاه يا عمرو بركات، تحرك من عمرو، حرية الحركة اللي بياخدها على اطراف الملعب، يلعبها كروس عرضي في اتجاه العمدة، لكن يرد محمد مصطفى. حمودي يسند السلية، تصويبة بباطن القدم من السلية. شوف التحرك، شوف الانسيابية اللي بياخدها، حرية الحركة اللي بياخدها لاعب النادي الاهلي في منتصف ملعب نادي النصر. ادي اتلعبت، يسند حمودي، استلم حمودي، يسند للسليه، حب يركنها السليه من نفس المكان، من ترقيصه يصنع اسطوره من اللاعب. ابدا، ارقام لاعبي النادي الاهلي هي اللي بتصنع الاسطوره، بتصنع النجوم. محمود القط، القط يلعب التمريره عند محمد سعيد، امن محمد هاني في المركز والتوظيف الجديد. ساحر القدم اليسرى حمودي، السلام على التمريره، السلام على التحرك من العمده، السلام على التمريره المؤمن زكريا، لكن الرايه صفاره. شوف القدم اليسرى حمودي بتعمل ايه، قدم يسرى من حرير، لف في حرير القدم اليسرى لحمودي، مستر اسيست في النادي الاهلي القادم وبقوه. حمودي، محمود القط من الجانب الايمن سيعدي، محمود القط المهاره، يلعب لاسلام عيسى، اسلام يلعبها ويعلق. باسم علي، تمركز من باسم، هشام محمد،
يضغط مرة تانية خالد، تقع من باسم علي، باسم لحمودي. حضراتكم ما تحسوش غريبة عن النادي الأهلي، تمريرة والتحرك من صابر رحيل، لما كورته صبري ياخد منها ركلة ركنية للنادي الأهلي من الجانب الأيسر، هيروح صاحب القميص رقم 8 مؤمن زكريا. مؤمن عنصر من العناصر الهامة في النادي الأهلي، دايما اعتمد عليه كابتن حسام البدري. مؤمن والركلة الركنية للنادي الأهلي، زيادة من عمرو بركات أو الصلية ومحمد نجيب، حركات ورقابة المانتومان مع لاعب النادي الأهلي. هيلعب صبر مؤمن زكريا، يلعب على القائم الأول، عدت مرت فاتت خارج الملعب، ركلة المرمى لنادي النصر. زي ما عودناكم دايما على قناة النادي الأهلي، لقاءات الودية حصريا على شاشة قناة النادي الأهلي. رجعها مرة ثانية زياد اللي يصوب السباي، حد من اللعيبة اللي بيمتازوا بالتسديد والقدم اليسرى القوية، لكن تصويبة خارج الملعب معدية ركلة المرمى. الشناوي تولى الحال حراسة مرمى النادي الأهلي في غياب واحد النادي الأهلي. بطولة جماهير النادي الأهلي بتطلع من بطولة تقول لك أنا عايز البطولة الثانية. يلعب مؤمن زكريا، حلم الكبير عودة من جديد إلى كتابة وتسطير الأمجاد في كأس العالم للأندية. صبر رحيل للعمد عماد للبركات، عمرو بركات عايز زيادة على القدم اليسرى، يلعبها المؤمن زكريا. مؤمن هيفكر في العمدة، يلعبها بالفعل للعمدة، العمدة لم العمدة، لكن راية وصفارة، راية وصفارة، راية وصفارة. شوف المؤمن زكريا، قلت لحضراتكم هيبص على العمدة، في حالة، في حالة من الحب والعشق ما بين مؤمن زكريا وعماد متعب. تكلمش على ثنائيات لاعبين، تكلم على الحالة، حالة الحب اللي زرعها، زرعها جهاز الفني. هي دايما، هي دايما بيني وبينكم، دايما في النادي الأهلي حالة الحب بين اللاعبين والإثار. إثارة اللقاء محمود لوط، زطلع إسلام من الجانب الأيمن، إسلام عدى إسلام، لكن الضغط، شوف سرعة الارتداد لنادي النصر. طبيب الفريق الدكتور محمد رفعت، أخصائي التأهيل محمد مصطفى مع محمود لوط. كل السلامة، كل اللي يهمنا في المقام الأول سلامة اللاعبين البروفا لكلا الفريقين قبل انطلاق الدوري الممتاز. كل التوفيق لنادي النصر. وادي عادات لبعض الالعاب، هذه لعبه هشام محمد، لعبها هشام لكن فوق، عارضه بقليل خارج الملعب. وادي عمرو بركات، الكره اللي لعبها هشام محمد. تعادل سلبي يسيطر على اجواء اللقاء حتى الان. مره ثانيه ذكر حضراتكم جميعا، جميعا يلعبها محمد هاني لحمودي. حمودي المهارة والقدم اليسرى، حمودي هيعدي يلعبها ويعلق عرضية العمد عماد، مش ممكن العمد عماد. شوف انا عايز اقول لحضراتكم، فرج على حمودي، فرج على مؤمن زكريا، دايما بيرفع عينيه، عينه على طول بتروح على عماد متعب، دايما بتروح على العمد عماد متعب. حالة، حالة صعب تشوفها في اي مكان تاني غير النادي الاهلي. عذرا عذرا عمرو السلية، راح السلية، هيعدي السلية، يلعبها تمريرة في اتجاه حمودي، هيلحق حمودي. السرعة والمهارة من حمودي، لم كورته حمودي، يدل على القدم اليسرى حمودي ويلعبها عرضية، تبحث عن الرأسية ريان. الله على الجول، يدور أحمد ياسر ريان جوه جول، هدف أول للنادي الأهلي. سلام يا احمد يا ياسر، يا سلام يا حمودي على الكروس العرضي، وادي الارتقاء، ادي الارتقاء والتوجيه من احمد ياسر ريان، الوريث الشرعي لخط هجوم النادي الاهلي اسمه احمد ياسر ريان. سلام يا احمد، لسه بنتكلم لحضراتكم، واحد من اللاعبين اللي براهن عليهم وبيراهن عليهم جمهور النادي الاهلي. شوف شوف الجامب من احمد، وشوف الارتقاء، وشوف التوجيه، كل مهارات التسديد واللعب بالراس هتلاقيها في اللعبه. اللي عايز يتعلم يعني ايه
ضربة رأس يتفرج على المشهد والصورة اللي فاتت. اوعى تنسى صاحب الحكاية والرواية والموال اللي بدأها عمرو السولية. هدف الأسبقية والأفضلية للنادي الأهلي عن طريق أحمد ياسر ريان. آدي مرة تانية النادي الأهلي، أحمد حمدي، حمدي حمدي يلعبها، يا سلام تغير شكل اللقاء تماما. أحمد حمدي مرة تانية وراء الهدف اللي أحرزه أحمد ياسر ريان. يعني اللي تابع ماتشات الناشئين في النادي الأهلي، أنا أذكركم وأكلمكم، أحمد ياسر ريان واحد من اللاعبين. أدي الكورة وأدي المشهد وأدي الصورة. أدي حمودي يلعبها، شوف الارتقاء والتوجيه وقوة ضربة الرأس من أحمد ياسر ريان. ما شاء الله يا أحمد ياسر، دايما خط هجوم النادي الأهلي بيشيلوا ولاد النادي. أحمد ياسر ريان هو واحد من ولاد النادي. قال الارتقاء، هدف رائع وارتقاء أروع من ولد رائع وأروع اسمه أحمد ياسر ريان. عنوانه اليسرى السحرية. أحمد حمودي يتلقى التحية والإشادة من الجميع. أحمد حمودي واحد من سحرة النادي الأهلي القادمين. أحمد حمودي هنشوف تبديل آخر أيضا لنادي النصر. هينزل إسلام مصطفى، وإسلام كان ناشئ من ناشئي النادي الأهلي. ادي حمودي في الكوره اللي فاتت لعبها ارضيه ارضيه، واحمد ياسر ريان كان عايز ياخد احمد ياسر العكس اتجاه حارس المرمى. هينزل اسلام مصطفى بديلا لحجاج عيسى، حجاج عويس. وبالمناسبه اسلام مصطفى كان احد نتاج قطاع الناشئين وناشئ النادي الاهلي. لعب اسلام مصطفى ايضا محمد حجاج. مرتده سريعه احمد حمدي سابها لميدو جابر. ميدو عدى، ميدو ميدو جابر يا ولد على التمريره. ندفت استلم، ندفت شله يا راجل، يا سلام شوف سرعه نقل الهجمه. تمريرتين بثلاث تمريرات او تمريرتين نقلت الحاله الدفاعيه للنادي الاهلي للحاله الهجوميه. سرعه نقل الهجمه، الشغل اللي حضراتكم شايفينه في ارض الملعب، شغل تنفس رقم 33 اللاعب الافواري محمد نجيب. حسين السيد يلعب، حسين لريان، استلم ريان. الله السلطان، الله السلطان، احمد ياسر ريان. والهدف الثاني للنادي الاهلي، الهدف الثاني للنادي الاهلي، وهدف رائع من احمد ياسر ريان. لحضراتكم هم دول ولاد النادي. حسين السيد يلعبها، استلم ريان. والله فرحانه بيكم كل جماهير النادي الاهلي، فرحانه بيكم، الله عليكم جماهير النادي الاهلي فرحانه بيكم. ادي يا سلام يا احمد يا ياسر، شوف المهاره. خرج الحسيني ونزل اللاعب الفس. لا يا جماعه، احمد ياسر ريان انتظروه وبقوه. كابتن حسام البدر بيراهن عليه، صعده من الفريق 98 وخلاص. احمد ياسر ريان ضمن فريق النادي الاهلي وضمن الفريق الاول للنادي الاهلي، استغل الفرصه، بيثبت نفسه وبيثبت جدارته. احمد ياسر ريان بيتكسر، سجل وتدوم باسم حسام عاشور. احمد حمدي، احمد حمدي لريان، الهاتريك يا راجل، يا راجل يا ريان، الهاتريك يا ريان. لكن شوف التحرك، شوف الانسجام ما بين لاعبي وناشئي النادي الاهلي. احمد حمدي وريان وندفد وحسين السيد والرهان القادم اللي بيراهن. صوره افضل من ممتازه في اول لقاء ودي واول زور لي مع النادي الاهلي. عدى واختارك كريم ندفد، عايز يلعبها لكن تغطيه دفاعيه وركله ركنيه. بنلعب في 23 دقيقه من احداث عمر الشوط الثاني. ثنائيه للنادي الاهلي عن طريق احمد ياسر ريان، خد الشاره، استلم الشاره محمد الشناوي، جيل بيسلم جيل. هو ده قدر النادي الاهلي، قلت لحضراتكم النادي الاهلي دايما جيل ورا جيل ولاعب بيسلم. نشوف اهداف اللقاء. ادي الكوره من حمودي، وادي احمد ياسر ريان الكوره اللي عدت. ادي التصدي من الشناوي، محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي. رامي التماس يلعب محمد.